تعرفي يا هنية، الكمان ده من ريحة المرحوم أبويا، وكان بيحبه قوي، وقبل ما يموت وصالي وقال لي: وصيتي أمك وإخواتك والكمان ده، الكمان ده حتة مني، اوعي تفرقي فيه او تبوظيه، فاهمة؟ حاضر يا بابا. عن إذنك. بابا بابا! يا سلام، للدرجة دي عزيز عليكي؟ جدا، كل ما افتكر صوته. أبوكي؟ لا، الكمان. آه دنيا، الله يرحمه بقى. الكمان؟ لا، أبويا. طب هاتي أبص عليه إيديه. عارفة يا بنتي يا فوزية، وأنا في المدرسة كنت أحب أعزف العود، والعود يتمسك إيديه. إيه ده؟ أنتي كسرتي الكمان اللي من ريحة أبويا؟ أنا آسفة، إحنا ممكن نصلحه تاني. أنا عندي استعداد أديكي فلوس تجيبي اللي أنت عاوزاه. لا، خلي فلوسك في جيبك، اللي انكسر الفلوس ما تصلحوش. ألو؟ أيوة، ماشي، ما فيش غيره. هو مين؟ الأستاذ زكي، وشهرته الدكتور. يا رب. يا الحلقة ايه؟ الحلقة حالك يا دكتور. يا رب. ما خربش عليكم يا جماعة، حتى الكلام صعبة جدا. يعني ايه؟ مفيش امل؟ يا جماعة العلم كل يوم بيتقدم، انا عايز الدكتور الصراحة هنا، وربنا يجيب العواقب سليم. يلا اقطع عمليات. ألف شكر. سلام. ايه ده؟ انت بتقعدي عزف الكمان؟ كمان؟ كمان ايه؟ دي الذكرى السنوية بتاعت ابويا الله يرحمه. لو شاف الكمان بتاعه دلوقتي. ما تخافيش، انا قلتلك اني هرجعك الكمان تاني زي ما كان. اتفضلي يا استاذة حركات. اتفضل. اعرفك الاستاذه فوزية، اعرفك الاستاذه انا هتكلم. انا حركات ام المظهريه، فنانه كبيره ليها تتلفف حرير. اهلا وسهلا. وحضرتك فنانه في ايه بالظبط؟ الاستاذه ايه اللون العجيب اللي انت لابساه ده؟ انا فنانه تشكيليه وخبيره تجميل، ببين المحاسن واخفي المساوئ. التراب في ايديا يبان ذهب. هي دي اللي هترجع لك الكمان تاني زي ما كان. يا ريت. هو فين الكمان؟ اهو هناك. Thank you.
اتفضلي. الكمان بتاعك بقى في بريكا. ليه كده يا ستي؟ ليه؟ ده مش للعصف، ده تحفة فنية وبس. بس روحي كمان في صوته. ما تحبكيهاش بقى. ما حبكهاش ايه؟ انا عايزه ده يرجع زي ما كان. يا ستي اللي انت بتتكلمي عنه ده ما كانش كمان، ده كان حته خرده. انا عملت معجزه فنيه عشان اطلعه بالشكل ده. ما تتكلمي يا هنيه، بصوا انت كده مش محتاجيني، انتوا محتاجين حاوي. مع السلامه. بقى انا مش عارفه اقولك ايه يا فوزيه، بس الظاهر ان الكمان بتاعك ده منحوس. يعني ايه؟ يعني مفيش غير حل واحد. حي مداد مداد يا من لوجهنا، يا عفاكوش ابن برتقوش، نادي على حبيب الفنكوش. حي عودي يا روح الكمان، عودي يا روح الكمان، يا روح الكمان، عودي يا روح الكمان، عودي يا روح الكمان، روحي عودي كمان، عودي يا روح الكمان، روح الكمان ركبه بيطار غربي، يرجع عايز فرخة مشوية، هتشم، يا لطيف يا لطيف. أنا أسفة، شفتي ما شرتك؟ أهو الزهر بتاعك منفحش أهو يا فالحة. أنا هشوفك حد تاني صراحة كمان تاني. حد تاني؟ لا بقى، سامحني يا بابا، سامحني يا بابا. أسامحك إزاي وانت محفظتيش على الأمانة؟ سامحني يا بابا. اخلصي واسمع اللي هقولك عليها كويس. هتلاقي خريطة في الدولاب السحري اللي في التنوم، امشي وراها خطوة بخطوة لحد لما توصل لورشة عمك عبد الملاك. اديله كمان زي ما هو، تتكلميش معاه، هو عارف يعمل ايه كويس. يا الكمان بتاعك، يا الكمان دي ردت فيها الروح من تاني. الله، الكمان بتاعي؟ طب ازاي؟ الكمان دوت انا عملته من 30 سنة عدت، عشان كده انا الوحيد اللي اقدر اصلحه. طب ليه؟ عشان دي صنعتي، وصنعتي غالية عليا قوي. كل كمان انا عملته بايدي في حاجة مني، وانا الوحيد اللي اقدر اصلحه. انا الدكتور وانا المعالج، محدش يقدر يفهم صنعتي زيي. أرجوك يا بنتي حافظ عليه زي عينيكي، ولو حصل له أي حاجة تانية هتهولي بسرعة وأنا أصلحه.